طيب كابتن عادل، مع اقترابنا بقى من زي ما نقول خط النهايه لمسابقه الدوري، النادي الاهلي بعد المكسب اللي فات على الصداره والامور ما زالت في ايده، ولكن في صراع مع المنافس، أكيد. هل هيستمر الصراع ده حتى خط النهايه؟ اكيد طبعا، يعني اكيد. انت بتتكلم في موسم شق جدا للنادي الاهلي اكتر من المنافس. ليه؟ لان نادي الزمالك خرج من الدور الاول في بطوله افريقيا، النادي الاهلي كمل. النادي الاهلي اتضغط لما ماتشات كتير اتاجلت له، اتضغط ضغطه كبيره، وكان عنده اصابات، ولانه لعب مراحل تانية. النادي الاهلي لعب السوبر، ما دي برضو في لود اكبر. لكن المنافسه عاوزين نتكلم عليها، ده الطبيعي في اخر السنه، انت في جني الثمار في الفتره اللي ما ينفعش تهدر فيها بونت. يعني يمكن كنا بنتكلم على دايما ان احنا زي ما كابتن علاء كمان اتكلم وقال ان احنا فعلا بنضيع الشوط الاولاني، نفسنا ان احنا ما نضيعوش. يمكن انا كمان بتضامن مع كابتن علاء في الموضوع ده، ويمكن اتكلمنا فيه قبل كده اكتر من مره، انه انا من وجهه نظري شايف ان الامر جاي من استراتيجيه موسيماني. يمكن في مدربين كده يا كابتن مش بيقول ان انت تلعب المباراه الشوط الاولاني ضعيف، لا، هو دايما ما بيبقاش فيه اللي هو اللي عايز اقول لك ايه، الضغطه بتاعت الشوط الاولاني دي مدرسه، وبتبان من التسكين. بس عايز اقول لحضرك حاجه، يمكن يعني في النقطه دي مستر موسيماني احيانا في المؤتمر الصحفي بيطلع يقول ضاع مننا الشوط الاول، او دخلنا الماتش متاخر، فهو اكيد كانت رغبته ايه. او انا مش بقول ان هو يا كابتن ايمن مش بقول ان هو بيقول لهم ما تجيبوش اجوان، لا، مفيش حد بيقول كده. لا، انا بقول ان هو الدخول نفسه بهدوء، دي مدارس زي ما قلت لك. في مدرب بيبدا ضاغط ضغط عالي من فوق، وطول الوقت مدرب اكتر من مدرب جه في النادي الاهلي واشتغل كده، يبقى طول الوقت بيضغط ضغط عالي علشان يجيب هدف الاولاني. عشان احنا اتكلمنا قلنا كل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي البلان بي عندها بتبقى مختلفه، او ما بيعرفوش يعملوه. أيوة. معظم، يعني انت لو مسكت الدوري الممتاز هتلاقي 90% من الانديه مع اهلي والزمالك حتى الفرق الكبيره ما عندهاش البلان بي، فهم لو جبت فيهم جون الاول والتاني تلاقي اتفتح الموضوع. في ناس بترجع تدافع اكتر عشان ما بيخسروا المباراة، يقول لك احنا خسرنا المباراة، بس بيدافعوا اكتر عشان ما يخسروش 5 و6 و7. وفي ناس تانية بتقول لا، انا ارجع انا اهاجم علشان اعوض 2 زي 3 زي 4، مش كتير في الدوري، يمكن فرقتين ثلاثة اللي موجودين. لكن اللي انا عاوز اقوله لك كمان ان بتفرق قوي طريقة التسخين، وانا يمكن اتكلمت فيه اكتر من مرة. في تسخين هادي انك انت ما بتشتغلش ضاغط، فالتسخين عقبال لما بتاخد النفس الثاني بيروح منك وقت. دي من وجهه نظري ان الشوط الاولاني كتير قوي كم الجري بتاعنا بيبقى اقل، الشوط الثاني كم الجري عندنا بيبقى اعلى، علشان كده انت بتحرز اهداف كتير. اتمنى استراتيجيه السبع ماتشات الجايين انك انت تبقى من البدايه، علشان لو خلصت من البدايه الفرق اللي هتلاعبها كلها مش هتعرف ترجع لك كويس لو انت جبت اول 10 دقايق باذن الله رب العالمين. كابتن